السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. من بعد ما وريتكم كيفاش تفتحوا مصطوق، دابا غادي نوريكم كيفاش غادي تخدموا الكوزه وكيفاش غادي تخدموه، يعني مازال ما كملناه. المهم هذيك غير بدايه، دابا غادي نكملوا ان شاء الله نوريكم الكوزه كيفاش غادي تخدموها، وتفرجوا في الفيديو حتى الاخير. ما تنساوش دائما تشتركوا في قناتي قناه مريم الا كنتوا اول مره كتشوفوها، وما تنساوش كذلك تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا دائما باخر الفيديوهات اللي كنحطهم في القناه عندي. انا غادي نخدم بالخيط مبروم على جوج شعرات، غنخدم بالخيط مبروم على جوج شعرات. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار تخدموا بمبروم على جوج على ثلاثه على اربعه، كما كنقول لكم دائما هادشي كيبقى اختياري. وهنايا غادي نخدم ابره رقيقه ديال الراندام، غنجي لهاد البلاصه هادي لهاد القنيته هادي، غادي نشد فيها غرزه بحال هكا، نشد فيها غرزه وغادي ندخل الخيط ديالي فهاد الابره ديالي فهاد العوينه هادي، نشد غرزه هنايا بحال هكا ونجي لهنا نشد غرزه واحده اخرى هنا في الثوب. هانتوما غرزه واحده اخرى هنا في الثوب، غنضرب غرزه هنايا في هذا الوسط بحال هكا بين هاد جوج غرزات، نضرب غرزه واحده ونجي هنا في الثوب ونشد غرزه. هانتوما دائما الخيط راه كيكون مبروم داير هنا لتحت الا كنت كندخل يعني البره ديالي في هذا الثوب الفوقاني والعكس. هانتوما ندور الخيط ديالي الفوق باش نشد غرزه هنا. دابا راه غادي نبدا نزيد في الغرازي، ها وحده كنبقى نزيد من هنا من قناتي، ها الثانيه هنا كما كتلاحظوا الخيط راه كيكون داير للفوق يعني لحتو للفوق لهيه هكا، عاد باش كنجي هنا ثاني كنشد غرزه كما شفتوا راه الخيط باقي مليوح للفوق هكا، ها الثانيه هنايا غادي نجي غندور. دابا الخيط ديالي راه مليوح هنا لتحت، غنشد غرزه هنايا فهاد البلاصه هادي، شد غرزه هنايا فهاد البلاصه هادي، وغادي نجي غادي نخلي هاد البلاصه غاديش ندخل فيها البره هادي العوينه هادي، غادي نقزها باش نبدا الكوزه ديالي هكا، ونشد غرزه هنا هكا ونجي نشد غرزه في الثوب. من الافضل هنايا ملي يكونوا خدامين هكا نسطق في الاول، هنايا كنشدو غرازي يعني كنبعدو بين الغرازي في الثوب هكا، شد غرزه في هاد البلاصه هنايا وكنجيو لهاد الخويط هذا كنعمرو فيه جوج نعمرو فيه جوج غرزات، ها وحده ها الثانيه غرزه واحده اخرى هنايا، هي اربعه نتوما هكا. كنجي هنايا نتوما نحاول نقد هنا باش ما يجيناش عوج بحال هكا هكا، نجي نشد غرزه هنا غرزه هنايا في الثوب كنجيو كنشدو تاني غرزه هنا فهاد البلاصه هادي بحال هكا، وكنقزو هادي كنجيو نشدو بين هاد جوج غرزات اللي كنا عمرنا بهم هاد البلاصه هادي هاد التقيبه هادي هكا، نضربو غرزه هنا بحال هكا، وغادي نقزو تاني هاد العوينه هادي وغادي نجيو نضربو غرزه هنا هكا، نجي وندخل البره ديالي هنا هكا ونضرب غرزه هنا في هذه البلاصه هكا، ونرجع نعمر هنايا جوج غرزات، ها وحده هكا ها وحده ها زوج ونجي ندير ثاني هنايا حتى هو جوج غرزات
الغرزة في التوب تاني. هكا ونرجع نضرب غرزة هنا. ملي غنضرب غرزة هنايا غادي نخلي هادي ونجي نضرب هنا بين هاد جوج غرزات تاني اللي كنت عمرت بيهم داك الخبيط هنا. نضرب غرزة هنا بحال هكا نضرب غرزة هنا نضرب غرزة بين هاد جوج غرزات هنايا ونجي نشد غرزة هنا بهاد البلاصة هادي هكا ونشد غرزة الفوق في التوب هكا ونرجع نضرب تاني غرزة. دائما كنزيدو هنايا دائما كنزيدو هنا قبل من الغرزة في التوب سواء هنا سواء هنا كنزيدو كنضرب غرزة عاد كنشدو في التوب. هانتوما هنا نعمر واحد زوج نجي نعمر هنا واحد وما نحسبو دابا واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة مية ثمانية هكا غادي تبدا تبان ليكم دابا الكوزة نشد الطرزة هنا نجي نقز هادي ونشد الطرزة هنا بين هاد جوج غرزات هانتوما خدم هادي هنايا هكا هي كنبقى نخدم بين العوينات كنوصل هنايا نخدم بين هاد الجوجات هنا هكا ونقز هادي ونشد نرجع نضرب غرزة هنايا في هاد البلاصة هنا نضرب جوج غرزات هنايا في هاد الخويط هنا هاكا دابا راه كنستمر بنفس الطريقه حتى كنخدم العدد اللي بغيت يعني العدد اللي بغيت لا ولا الحجم اللي بغيت ديال الكوزه ديالي. انا عموما ما غاديش نكبرها لحقاش قفيطين غير ديال بنيه صغيره. هانتوما نضربوا غرزه ثاني هنايا في هذا البلاصه دائما ما تنساوش عمرنا الخويط بجوج غرزات ونضربوا غرزه هنا تحت من الغرزه اللي كانت عندنا عاد كنجيو نشدو في التوب غرزه هاك ونطلع ثاني نضرب غرزه هنا بحال هكا عاد باش كنقز هادي وكنضرب غرزة بين دوك جوج غرزات اللي كنت خدمتهم يعني عمرت بيهم داك الخويط يعني ديك الغرزة اللي كنت نقصت من قبل هكا هنايا بقاو تخليو مسافة بين الغرزي هكا هذا باغي كنمشيو بهذه الطريقه. دابا كنزيدو في الغرازي في الجناب يعني حنا ملي كنزيدو الغرازي كنزيدوهم من الجناب ماشي من الوسط هانتوما نضرب ثاني غرزه بين هاد جوج غرزات
عاد باش كننقز غرزة، هانتوما كننقز هادي وكنشد هنا. هكا استمروا بنفس الطريقة، جوج غرزات هنا كنوصل هنايا. دابا انا خدمت واحد المسافه بنفس الطريقه اللي وريتكم، كنخدموا بها مسافه دائما، كنزيدوا الغرزه فكنزيدوها هنايا، نتوما هنا هكا نضرب الغرزه هنا بحال هكا، ونعمر هاد الجوجات هنايا بحال هكا، نعمر تانية ونهبط حتى لتحت عادي، بين كل جوج غرزات كنضرب غرزة عادي. دايما كنزيرو الغرزات ديالنا وما تزقلوش، يعني تردو البال لا تزقلو، الا كنتو مبتدئين تردو البال لا تزقلو شي غرزه، حيت الا زقلتو شي غرزه غتخسر لكم الكوزه، ولا زقلتو كاع شي غرزه حلو الخدمه حتى توصلوا فين، يعني بقاو تردو البال حتى الا نسيتو ردو البال، باش الا يعني تستدركوا الخطا ديالكم وتداركوا الخطا ديالكم وتصحوه قبل ما يعني ما تزيدوا في الخدمة بزاف، يعني قبل ما تكونوا طولتوا يعني خدمتوا بزاف. هكا جوج غرزات في هاد الخويط هنا، كنضربوا غرزة هنا في هاد البلاصة هادي هكا، وكنشدو غرزه في التوب هنا. دابا هنايا غادي يمكن لينا نحبسو عند يعني عند هاد الحد هذا، انا غنحبس هنايا، غادي ندور التوب ديالي ندور التوب ديالي بحال هكا، غادي ندير غادي نقطع هكا يعني بحال قلتو نيشان هكا، يعني ماشي غادي نقطعو من هنا، غنقطعو بحال هكا نيشان حتى لحد الغرزه اللي درنا اخر غرزه، هانتوما يجيكم هاد الجهه تجيكم بحال شكل مثلث، هانتوما هنا يجيكم بحال شكل مثلث، نفس الشيء غنديروا لهاد الجهه هكا حتى لحد اخر غرزه هنايا درناها، ها هي هكا. دابا غادي نحيدوا هاد الخويط هذا اللي كنا كففنا به، نحيدوه هاد الخيط هذا اللي كنا كففنا به غادي نحيدوه بحال هكا، نحيدوه من جوج جوي حتى الجهة الاخرى هكا، نجيبو خيط اخر باش نكففو هاد المرة، نكففو بحال هكا هانتو كفو بحال هكا، يعني نتوما كتخدمو العبار اللي بغيتو، انا هنايا برك عليا هاد العبار كما قلت لكم راه قفتين ديال بنية صغيرة. بالنسبة للبلاصة الا كانت خلات لكم يعني البرا بلاصتها فكديرو غير بحال هكا، يعني كديروا بحال هكا باش كتردوا يعني الخيوط لبلاصتهم، كنردوا الخيوط لبلاصتهم، داكشي علاش
نديرو بحال هكا باش نرجعوهم لبلاصتهم. هكا ما كتبانش لينا بلاصه يعني العوينه يعني تقبه، ولا كيوسع لينا كتوسع لينا الفنيطه الثوب، خصوصا الثوب الا كان رهيف بحال هذا ديال جوهره. هانتوما نشدو هكا نكفف هاد البلاصه هذه بحال هكا. راكم كتلاحظوا بلي انا ملي كويتو راه يعني ما غاديش يتحل ليا بحال هكا.